صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 8 لسنه 2021 بتعيين مديرين في المركز الوطني للامن السيبراني جاء فيه يعين في المركز الوطني للامن السيبراني كل من السيد احمد عيسى احمد ابو الفتح مديرا لاداره الاستجابه الوطنيه السيد علي محمد احمد الزياني مديرا لاداره الحمايه السيبرانيه